أهل البدع كلامهم لا قيمة له، هم أنفسهم كالذباب لا قيمة له. فأهل السنة تمسكوا بدينكم وتعلموه، لأنكم لن تتمسكوا به حتى تتعلموه، تعلموا دين الله. والعلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. رجل خذ الكتاب بقوة يبذل عمره، يبذل نور عينيه، يطلق الملذات، يدع الناس فيما هم فيه من عالمهم، يتمتعون في كل واد يهيمون، ويقبل على تعلم دين ربه بإخلاص وصدق لكي يعمل به ويدعو الناس إليه، ولكي يحاج من يهاجمه من أهل الزيغ والضلال، كل ذلك لله جل وعلا وحده، داعيا إلى الله. فلنكن كذلك بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته.